جامعة القاهرة تحتفل بمرور 45 عاماً على انتصارات أكتوبر بمحاضرة تحت عنوان المخاطر المحيطة بمصر والوطن العربي قبل وبعد انتصارات أكتوبر. ألقاها اللواء نصر محمد نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق وأستاذ العلوم الاستراتيجية. لولا أن احنا نثق في كفاءة الإنسان المصري اللي هو قاتل على مر العصور سواء كان من 48 ل 56 ل 67 ل 73 ولم يفقد الثقة في نفسه على الإطلاق رغم كل الحروب النفسية اللي تعرض ليها. المحاضرة سلطت الضوء على طبيعة التخطيط الاستراتيجي لحرب أكتوبر وما حققه الجيش المصري من انتصارات تدرس في الأكاديميات العسكرية. كنت دائما ما أسمع في التلفزيون الحديث عن العميد فلان واللواء فلان، ولكن لم يتحدث أحد منهم عن كيفية أو كيف أدار ضباط الاحتياط هذه المعركة. جامعة القاهرة حرصت على تكريم 50 من الأساتذة والعاملين من أبناء الجامعة الذين شاركوا في حرب أكتوبر خلال الاحتفالية. سعيد جدا بهذه المبادرة من الأستاذ الدكتور محمد الخش رئيس جامعة القاهرة، ويمكن دي أول مرة يعني تحصل، يعني بقالي 47 سنة في الجامعة، فأنا سعيد جدا وبشكره جدا على هذه المبادرة الجميلة، وأرجو أن هي يعني تتكرر مع في السنوات القادمة. جايين هنا النهاردة من أجل مصر، الوعي الفكري لدى الطالب ولدى الطلاب. أنا بحس إن هم تعبوا وربنا قدر تعبهم ده، اللي هو في ناس دي ناس اشتغلت وتعبت وربنا أكرمها. فخر يتجدد كل عام ببطولات الجيش المصري لا يتوقف عند 6 أكتوبر، بل يتجدد في كل يوم يرفع فيه السلاح دفاعا عن الوطن وكرامته. إسلام غنيم، تن تي في.